السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 17 من سلسلة تمارين الدالة الأسسية. إذا التمرين رقم 17 هو تمرين في المتراجحات. حل في R المتراجحات التالية. إذا بالنسبة للمتراجحات فلدينا مهما يكون X ينتمي إلى R دائما أو X أكبر قطعا من صفر. يعني إذا كانت عندنا أو X صغر من ناقص واحد هذه المتراجحة ليس لها حل لأن أو إكس دائما أكبر من الصفر. كذلك إذا كان عندنا الإكسبونسي ديال إكس أكبر من الإكسبونسي ديال إيكغريك تكفي أن إكس أكبر من إيكغريك. إذن هذه العلاقة منين جناها من إذا إحنا كنعرفوا بأن الآلين دالة زوجية، وبالتالي إذا كان عندنا الإكسبونسي ديال إكس أكبر من الإكسبونسي ديال إيكغريك ودخلنا الآلان، إذا مادام دالة زوجية يعني الترتيب لا يتغير، يعني غتبقى أكبر. إذا الآلان ديال أو إكس أكبر من الآلان ديال أو إيكغريك، وهذه غتساوي لنا هي إكس أكبر من إيكغريك، وبطبيعة الحال اللي كانت أصغر كتبقى أصغر. إذا نبدأ بالحالة الأولى، أو إكس ناقص واحد أكبر من صفر، إذا تكافئ ماذا؟ تكافي أن الإكسبونسي ديال إكس ناقص واحد نديوها للطرف الثاني غترجع زائد واحد أي واحد. إذن هنا غادي ندخلو الآلان، يعني غترجع الآلان ديال أو إكس أكبر من الآلان ديال واحد أي إكس أكبر من صفر. إذن حنا عندنا متراجحة إكس أكبر من الصفر، يعني الحلول هو المجال. إذن هنا أكبر أو تساوي، انتبهوا للمجال، ملي كيكون أكبر أو تساوي كيكون المجال مغلق. إذن الصفر، إذن من الصفر حتى زائد لا نهاية. إذن في الحالة الثانية عندنا واحد ناقص أو إكس أصغر من صفر، إذن واحد ناقص أو واحد ناقص واحد او ناقص اكس، يعني الاكسبونسي ديال ناقص اكس. اذا هنا غادي ندي، اذا هاد العلاقه تكافئ، اذا هاد ناقص وناقص اكس غنديها للطرف الثاني غترجع الاكسبونسييل ديال ناقص اكس. اذا بنفس الطريقه يمكن لي ندير الالين مادام الطرفان موجبان، اذا الالين ديال واحد صغر من الالين ديال او ناقص اكس، اذا صفر، والآلان ديال الإكسبونسي ناقص إكس هي ناقص إكس. إذا حنا عندنا صفر أصغر من ناقص إكس، إذا كنضربو في ناقص واحد، ومي كنضرب طرفي متفاوتة في عدد سالب الترتيب كيصغير، إذا كيرجع عندنا صفر أكبر من إكس، أو نديرو إكس يعني أصغر من صفر بحال بحال. إذا إكس أصغر من صفر، يعني الحل أو الحلول هما هو المجال. إذا إكس أصغر من صفر، يعني الأعداد الأصغر من أو تساوي صفر أي ناقص لا نهاية. صفر مادام عندنا أصغر من أو تساوي، يعني صفر راه داخل. الحالة الثانية عندنا والحالة الثالثة بنفس الطريقة. إذا عندنا الإكسبونسييل ثلاثة ناقص إكس، يمكن لي كذلك ندير نعوض الواحد بالإكسبونسييل ديال صفر، لأن الإكسبونسييل ديال صفر كيساوي واحد، وبالتالي هاد العلاقة تكافئ ثلاثة ناقص إكس أصغر من صفر. إذن كندي ثلاثة للطرف الثاني، ولا كندي ناقص إكس للطرف الثاني غترجع ثلاثة أصغر من إكس، يعني إكس أكبر من ثلاثة. إذن S تساوي عندنا X أكبر من 3، يعني المجال المغلق 3 زائد لا نهاية. و ديال جوج X أكبر أو تساوي 1 على 2. إذن كيمكن لي ندخل الآلان مادام الطرفان موجبان، يعني الآلان ديال الإكسبونسييل ديال جوج X أكبر من الآلان د 1 على 2. إذن جوج X أكبر من ناقص الآلين ديال جوج، لأن الآلين ديال واحد على جوج هي ناقص الآلين جوج. إذن إكس أكبر، إذا عندنا جوج في إكس يعني كنقسم على جوج، يعني ناقص الآلين جوج
على جوج. إذن مجموعة الحلول هو المجال المغلق ناقص ln ديال جوج على جوج زائد لا نهاية.